الكولونيا المشهور عند الناس وعند أهل العلم أنه مسكر، وأنه إذا شربه الإنسان يسكر، فعلى هذا الكولونيا تكون نجسة، لأن كل مسكر نجس عند جمهور أهل العلم. نعم، فلا يستعمل الكولونيا، يستعمل الأطياب الأخرى التي ليس فيها كحول، يستعمل غير الكولونيا، يستعمل الأطياب الأخرى كدهن العود، دهن الورد، الأطياب الأخرى التي ليس فيها محذور. أما الكولونيا فالشبهة فيها قوية.